السلام عليكم. في الفترة الأخيرة زادت عمليات الريسيل في المشاريع اللي لسه فيها إنشاءات أو لسه الشركات المتطورة عندها انفنتوري فيها. ففي نقطة مهمة جدا وموضوع مهم جدا حابب إن أنا أتكلم معاكم فيه وأوجه فيه ثلاث رسائل. الرسالة الأولانية للمالك أو للبايع اللي بيبيع الوحدة بتاعته في المشروع اللي لسه تحت الإنشاء. السعر اللي حضرتك بتطلبه لازم تكون حاطط فير ماركت فاليو. مش لازم تبيع بسعر الشركة لأنه مستحيل إنك تبيع بنفس سعر الشركة اللي بتبيع بأنظمة دفع أسهل من اللي أنت هتبيع بيها بشوية، وفي نفس الوقت مش هتبيع بالسعر اللي أنت اشتريت بيه، لا لازم تحط سعر بين البنين بحيث إن أنت تكسب، وكمان أما تيجي تبيع تبيع بسعر السوق، الناس اللي باعت آخر 3 شهور هتبيع بنفس السعر تقريبا بتاعهم، أعلى شوية أقل شوية في نفس المتوسط ده. الرسالة الثانية للمشتري، حضرتك كمشتري من حقك انك توصل لأحسن قيمة مقابل سعر، تشتري أحسن وحدة في أفضل لوكيشن بأحسن مساحة كمان بأحسن سعر، وكمان من حقك ان الوسيط العقاري اللي معاك يتفاوض كويس قوي مع البايع علشان يوصل لأحسن سعر بالنسبة لك. إنما اللي مش من حق حضرتك خالص وهو انك تعرف الأوفر اللي بيطلبه المالك. الأوفر اللي بيطلبه المالك ده المكسب بتاعه اللي تحمل قصاده مخاطرة انه يدفع مقدم مقصود في فترة كلها من ساعة ما اشترى لحد ما قرر انه يبيع. فبالتالي ما يعني مش من حقك او انك تتكلم في النقطة دي، ما تبصلهاش وما يبقاش تقييمك وقرار الشراء بتاعك متوقف على النقطة دي. الرسالة التالتة وهو زمايلنا اللي شغالين في المجال. لو حضرتك بتتعامل مع المالك فالاوفر اللي بيطلبه او مكسب المالك دي حاجة سرية بينك وبينه مش من حق حد انه يعرفها الا يوم التنازل او يوم نقل الملكيه. اما لو حضرتك بتتعامل مع المشتري فمن حق المشتري عليك انه يوصل لاحسن قيمه مقابل سعر وانه ياخد احسن يونت وانك تتفاوض بقوه بالنيابه عنه. فالنقطه دي مهمه جدا، حاول ان احنا نفكر فيها كويس قوي مع بعض وتعالوا نتناقش فيها. ولو انت عندك اي اهتمام بالعقارات، عايز تبيع، عايز تشتري، عايز تاجر، عايز تستاجر، عايز تشتري برايمري ريسيل، هنقدر نساعدك في ريماكس ايفرست. فكلمني على الرقم اللي بيظهر قدامك على الشاشه.